مشاهدي الاعزاء عدنا اليكم ولقاء اخر في الاستوديو. معنا الدكتور عبد الله بن صالح باعبود يحدثنا عن القوى الناعمه ومفهوم القوى الناعمه في العالم حاليا. مساء الخير دكتور. مساء النور والسرور دكتوره، سعد مساكي. هذا لقاءنا الثاني، هو مفتوح دكتور، هذا لقاءنا الثاني يعني الاقيك في الجلسه والان. هذا شرف عظيم. الله يحفظك. هذا اللي يسعدني دكتور. دكتور خلينا نتكلم، يعني أنا قلت لك كان عندي مفهوم القوى الناعمة أصلا غير مدرك لتفاصيله، لكن اليوم من خلال المحاضرة كان في تفصيل أكثر عن القوى الناعمة، أهميتها، طرق استخدامها، الدول اللي استخدمتها، اختلاف المفهوم. يعني هي المصطلح جديد لكن المفهوم في الأساس قديم. حدثنا عن هذا الجانب دكتور. يعني هو المفهوم حتى إنساني، يعني نعم. كلنا لدينا قوة ناعمة، الطفل الصغير لديه قوة ناعمة، كيف يتعامل مع أهله، والأهل كيف لديهم قوة ناعمة للتعامل أيضا مع أطفالهم بالترغيب والترهيب وغير ذلك. لكن على مستوى السياسة يعني المصطلح استعملته كثير من أو الممارسة، خلينا نقول استعملتها كثير من الدول والحضارات السابقة. طبعا هذا يرجع إلى شيء اسمه هو القوة. إيش هي القوة؟ إيش هو مفهوم القوة؟ نعم. فلنفهم إيش هي القوة الناعمة، نفهم في الأول، نحاول نفهم ما هي القوة. يعني تعريف القوة بكل بساطة هي مقدرة الشخص أو الدولة على أن تغير في الآخر آراءه. نعم. وتكذبوا للآراء التي يعني هي تريد تنفذها. فهذه هي القوة. يعني إذا أنا استطعت أن أتحدث مع ابني بمنطق أو أعطيته رشيته ببعض المال مثلا، فهذه استعملت معه قوة ناعمة لأن يعمل ما أنا أريد أعمله. لكن إذا لا سمح الله يعني حصل أنه استعملت معها القوة، طبعا أنا ما أؤمن بالقوة مع الأطفال، لكن الخشنة، نعم. ففي هذا الحالة يعني بصير استعملت معاه يعني القوة الغير ناعمة. نعم. طبعا الفكرة موجودة أو خلينا نقول أن الاستعمال كان موجود على مدى السنين، يعني طبيعة إنسانية، لكنها ظهرت حديثا. نعم. خصوصا بعد انتهاء الحرب الباردة. نعم. وانهيار الاتحاد السوفيتي بدأت الكتابة عنها، ومن أشهر الكتب اللي انكتبت في هذا الموضوع هو البروفيسور جوزيف ني من جامعة هارفورد، وكان بالمناسبة يحمل لقب كرسي صاحب الجلالة السلطان قابوس في جامعة هارفورد. كتب هو يعني هذا شخص تخصصه في العلاقات الدولية وفي القوة بالذات وفي تعريف القوة، وعمل في عدة مؤسسات أمريكية، يعني في وزارة الخارجية، كان حتى اشتغل مع رئيس كارتر، عمل معه لفترة، وكان مستشار سياسي وأمني، وكتب كتاب اللي هو القوة الناعمة. يقول أنه إلى جانب القوة الخشنة أو القوة الصلبة هنالك قوة ناعمة، والآن أصبحت الدول تتعامل فيها وتستعملها أكثر لأن الناس ملت من الحروب. نعم. الحروب لم تصبح هي الأداة الأساسية لإقناع الآخر والتأثير فيهم. إقناع التأثير فيهم، وأنه المجتمعات الحديثة، اجتماعات ما بعد المعاصرة الآن، ما بعد الثورة الصناعية، لم تعد تؤمن كثير بالمجد وبالانتصار وبالجيوش وبالقوة. يعني الناس الآن تبحث عن حياة فيها رفاهية، فيها رغد، يأمنوا مستقبل لأولادهم. فأصبح التعامل كثير يعتمد ما بين الدول على استعمال القوة الناعمة. دكتور، أكثر مجال أنت متخصص فيه هي دراسات حول دول الخليج العربي. خلينا ندخل في آلية كيف تستخدم دول الخليج العربي هذه القوة في تحقيق مصالحها. شكرا دكتور. يعني أضيف بس اللي قلته، هنالك إلى جانب القوة الصلبة والخشنة هنالك القوة الناعمة. فهو أيضا يقول أن هي ليست خيار عن استعمال القوة الصلبة، لأن أحيانا لابد من استعمالها. وأيضا يقول لما يجمع أو تجمع الدولة الاستعمال ما بين القوة الصلبة والقوة الناعمة، هناك تصبح هذه القوة بما يعرف بالقوة الذكية. نعم.
فدول الخليج يعني إجابة على سؤالك، دول الخليج دول صغرى يعني بالنسبة لدول القوى العظمى في العالم. طبعا المملكة العربية السعودية أكبرهم، لكن بقية الدول عمان ويعني تعتبر من الدول الصغيرة على الأقل في عدد السكان. نعم. فمن مظاهر القوة أن يكون لديك يعني أولا أرض كبيرة واسعة، ثانيا يكون لديك اقتصاد قوي، يكون لديك شعب كبير، يكون لديك أيضا تطور في العلوم وفي التكنولوجيا وكل هذا، وموقع جغرافي. هذه يعني من 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 مظاهر القوة. دول الخليج لا توجد لديها يعني عامة باستثناء المملكة إلى حد ما، توجد لديها هذه المؤهلات الكبيرة، يعني عدد سكان صغير. إحنا لما نقارنها طبعا مع القوى العظمى في العالم. نعم نعم. فماذا تعمل؟ يعني الخيار أمامها هو أن تستعمل القوة الذكية. نعم. أو القوة الناعمة في كثير من الحالات، يعني من خلال ما تقدمه دول الخليج من مساعدات إنسانية، من مساعدات تنموية لدول العربية والدول الإسلامية. وتعرفين دول الخليج يعني قامت بشيء كبير في هذا المجال. نعم. في أفريقيا وفي آسيا وفي الدول العربية والإسلامية. أيضا من خلال يعني جلب عمالة عربية وإسلامية، وجلب عمالة من الدول المجاورة للعمل. نعم. في دول أيضا هذه جزء من القوة الناعمة. أيضا تطور في الإعلام، تطور في العلاقات الاقتصادية، يعني أيضا من القوة الناعمة لدى دول الخليج هي قوة الطاقة. نعم. يعني دول الخليج من أكثر مناطق في العالم تنتج نفط وغاز، ودول أخرى في العالم تعتمد على هذا النفط والغاز. فعملية إدارة دول الخليج من خلال أوبك كانت في الكويت، أو من خلال أوبك اللي في فيينا، وتنسيقهم في عملية يعني تنظيم السوق النفط، هذا في حد ذاته قوة ناعمة. يعني ما تقرره المملكة العربية السعودية مثلا في أوبك، العالم كله ينظر لماذا سيكون قرارها، هل ترفع الأسعار، هل تنزل الأسعار، هل تخفض الإنتاج، هل تزيد الإنتاج. هذا جزء من القوة الناعمة التي لدى دول الخليج. طبعا إذا ما ذكرت أيضا القوة الثقافية التعليمية، اليوم أصبح لدى دول الخليج العديد من الجامعات الخليجية الوطنية وأيضا الجامعات الأجنبية. أصبحت اليوم دول الخليج تؤثر في المنطقة. في السابق كانت هي تتأثر. نعم. بالمنطقة، فأصبحت اليوم هي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المنطقة التي حواليها. دكتور، تحدثت في المحاضرة عن القوة الناعمة التي تستخدمها السلطنة، منها الدبلوماسية، منها أشياء الكراسي، ممكن تعطينا تفصيل أكثر حول هذا الجانب وأهمية هذا الجانب في استخدامه من قبل سلطنة عمان؟ يعني سلطنة عمان أيضا تستعمل مثل ما ذكرنا يعني مع بقية دول الخليج. نعم. تستعمل القوة الناعمة وتستعملها أيضا بطريقة ذكية. نعم. وتأتي استعمال القوة الناعمة في سلطنة عمان أيضا من القيم والمبادئ العمانية التي ترسخت عليها هذه الدولة بقيادة حفظه الله صاحب الجلالة. وبفكره، واستنارت بفكره، بس أيضا هذا جزء من الشخصية العمانية، جزء من التاريخ والتراث العماني، أن العماني لديه قيم ولديه مبادئ، وهذه القيم يعني مكتوبة في الدي ان اي، يعني جزء منه، يعني من ثقافته، من جيناته، من تكوينه. نعم. فهذه الـ 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 الأخلاق وهذه المبادئ وهذا القيم يعني تنعكس على تعامل الدولة وتعامل العماني مع الآخر كجيران أو أيضا أبعد من كذا. فدائما ما نجد أن عمان دائما تسعى لتكوين علاقات صداقة وعلاقات منفعة متبادلة مع كل دول العالم. ومع دول الجوار بالذات، تعاون في مجلس التعاون الخليجي مثلا، تعاون مع كل جيراننا كان في الجزيرة العربية أو خارجها، مع العرب وغير العرب، مع الدول الإسلامية، مع الدول
العالمية. عمان أيضا يعني تتميز بعلاقات متميزة ودبلوماسية عالية وذكية في التعامل مع كل الملفات العالمية، وأصبحت وأيضا يعني علاقتها مع شرق أفريقيا لأن أيضا لها تاريخ كبير، دول آسيوية، ومواقف السلطنة ومبادئها التي نبعت من هذه المواقف كسبت سمعة عالمية. أصبح العالم ينظر لعمان في كثير من الأمور لحل العديد من مشاكل العالم والصراعات والخلافات، وعمان تقوم بهذا الدور أيضا بطريقة ذكية، ليس لي يعني ليس في الصريخ في الإعلام ولا في ولا في المنتديات، وإنما بالدبلوماسية العمانية الهادية التي تنبع من الشخصية العمانية، وحلت كثير من المسائل العالقة وجنبت المنطقة الكثير من الصراعات، وإن شاء الله تستمر في هذا المجال. شكرا دكتور. دكتور بس في الختام، المستقبل لمن؟ للقوى الناعمة أم القوى الصلبة أم القوى الذكية؟ المستقبل هو لمن يسعى دائما إلى تكيف نفسه مع الأوضاع. يعني كيف نتكيف مع كل الأوضاع؟ يعني أحيانا لابد من استعمال القوة الصلبة، لأن هنالك مثلا في تهديد لأمن الدولة. نعم. ولكن أيضا نستعمل القوة الناعمة متى ما كانت يعني لها مردود. فاستعمال يعني تراوح ما بين استعمال القوة الصلبة لحماية الدولة وأمنها واستقرارها، والقوة الناعمة أيضا للتوفيق والتعامل وقلب أمن والسلام لكل المنطقة، والتكيف مع الأوضاع. الذي يتكيف مع الأوضاع هذه طبيعة بشرية، يعني أمنا طبيعة البشرية أن لابد يعني دائما البقاء هو اللي يقدر يكيف نفسه مع الأوضاع مع المتغيرات، وعمان قادرة على هذا. شكرا جزيلا الدكتور عبد الله بن صالح باعبود، أكاديمي وباحث في مجال العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي. شكرا دكتور. سعيدة باستضافتك. شكرا جزيلا. نحن أسعد الله يسلمك. أعزائي المشاهدين ننتقل لفاطمة ثم نعود إليكم.